ان شاء الله تبارك الرحمن الشروق الطيب عسى ربي يبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن عقب مطرة امس هذا الجوري عسى ربي يبارك. ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد ويبارك. صراحة مطرة طيبة 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 امس الله يتم. رحتوا عضيدان؟ انتوا شايفين عضيدان؟ رحنا للجبل عضيدان. توقف سيارتك وتمشي مسافة داخل ما تدخل السيارة. ما شاء الله تبارك الرحمن متوجه للريم تبارك الرحمن. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف قص قص الشارع عسى ربي يبارك. ما شاء الله شوف رايح رايح. هذه كلها من مطرة امس تبارك الرحمن. هذه تبارك الرحمن في منتزه الغاط. ما شاء الله ما شاء الله. شوف قص الشارع. ابو بشر تعبر ان شاء الله تعبر. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا اللي يقولك شلال. ها يمينك ويسارك شلال تبارك الرحمن. هذا في الغاط ما شاء الله ما شاء الله. أمس شلالات منتزه الغاط. ما شاء الله تبارك الرحمن. الربع قررنا الكشتة والريوق على هالشلال في هذا الغار في غار. خلنا ننزل للشباب ووريكم. ما شاء الله صراحة مكان جميل جدا جدا على هالشلال. والله مكان ساحر فعلا. شوف الشلال يمشي والكشتة وين داخل هالكهف. هناك الربع مجتمعين. عبد المطلب تصوير كله لابو عايد. كله ابو عايد اي والله وماخذ الزاويه. عاش والله ابو عايد ايامك. يا زينك يا ابو عايد. يا سلام يا سلام. الأحباب قاعدين هني
ابو عايد قاعد يضبط. الله ينصركم. الله يسعدكم. يقال ان في وقت المطر الشديد الصخر هذا كله ما يبين، كله سبحان الله شعيب يجري، حتى ان اللي يجلسون تحت الكهف من فوقهم يجي الماي ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا كله يصير شلال. الان محدود جدا جدا محدود. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. مزرعة أبو سعود السنعوس الله يبارك له، واحدة من الرفوف ما شاء الله. المزرعة أكثر من رف، حوالي 4 رفوف، فوق النخل وتحت الرمان وهذاك بعد نخل هناك، لكن هذا الرف تحديدا مخليه نباتات طبيعية، مخليه مثل ما تقول محمية ما يدخلها حد. والنية إن شاء الله راح يكون هني فيه بيت شعر منطقة هذه. اما هذه المنطقه اللي قدام فلا، زاد شوي، مو ما خلها طبيعيه، قاموا بذر فيها نباتات، نباتات بريه، قحويان وديدحان وغيره، بحيث ان يكون هني بيت الشعر ويفتح بهذا الشكل، ومستقبلا هذه المنطقه كلها ان شاء الله تزهر، باذن الله تزهر. دعواتكم له عند رب كتب لنا عمر ان شاء الله مره بعد اسابيع ولا بيني وبينكم. شوف فازة، هذا كله بادرة بس للحين ما زهر. مبارك الرحمن ديوان الشايع، عسى ربي يبارك له. عوافي 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 عوافي. عوافي عوافي. الله يعافيك. عسى الله كثر خيرك. الله يغنيكم يا رب يجمعكم. هلا ابو سعود. هلا والله. هلا ابو احمد. هلا والله بالحبيب. كثر خيركم. العافيه يا رب. نبي صفقه ثانيه حق عمي احمد. يستاهل. الله يطول بعمرك يا رب. اي والله الله يجزاكم خير. الله يسعدك. الله يحييك. والله بدون مخطط، كانت الخطة كشتة، والوضع زلفي وكشتة وخزامة ونفود وخير وبركة. فجأة اوه شكله دخل جول، اسمع صوت داخل. مباراة التعاون والنصر في بريدة، سكر القصيب.